بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة تطوير الخدمات التعليمية ترحب بكم وتقدم لكم المقياس الرابع من مقاييس نقد القصة بعنوان الحبكة القصصية. الحبكة القصصية هي ترتيب الحوادث ترتيبا معينا بتقديم بعضها على بعض والوقوف الطويل عند حدث منها والمرور السريع على حدث آخر. أما أقسام الحبكة من حيث التماسك أو عدمه، فهناك الحبكة المتماسكة وهي الحبكة التي تتصل حوادثها اتصالا وثيقا بحيث يكون كل فصل نتيجة للفصل السابق، وغالبا ما تبدو الحبكة متماسكة في قصص البطولة الفردية، ويمثل ذلك القصص البوليسية. أما الحبكة المفككة فهي التي نرى فيها جملة من الحوادث تتصل بعدد من الشخصيات، لكنها ترتبط فيما بينها برابط معين كعنصر المكان أو الشخصية الرئيسة في القصة أو حدث رئيس. أقسام الحبكة من حيث الشكل والبناء: أولا الحبكة المتوازية، وهي الحبكة الشبيهة بالبناء الهرمي، وهو يماثل تماما هرم فريتاج المسرحي وبناؤه على النحو التالي. لاحظ معي هنا البداية، تبدأ القصة بالبداية ثم يتصاعد الحدث حتى نصل إلى العقدة وهي المشكلة، ثم بعد ذلك نبدأ في الحل وهو الحدث النازل حتى يأتي الحل ونأتي إلى النهاية. ثانيا الحبكة على شكل حلقات، تقوم على وجود عدد من المشكلات التي تعترض طريق الشخصية الرئيسة ويتغلب عليها واحدة بعد أخرى حتى تنتهي القصة، وهي على شكل حلقات على النحو التالي: مشكلة ثم تأتي الحل، ثم المشكلة ثم يأتي الحل، وهكذا إلى أن تنتهي القصة. ثالثا البدء من نهاية القصة، بناء الحبكة يقوم على البدء من نهاية القصة ثم الرجوع إلى الخلف حيث تنكشف الحوادث عن الوقائع الأخرى والشخصيات المرتبطة بها. أما عناصر الحبكة فأولا البداية، وهي مرحلة المواجهة الأولى مع القارئ، فلا بد أن تكون البداية مثيرة ومشوقة حتى يتشجع القارئ على متابعة القراءة. ثانيا الصراع أو التدافع، وهو الذي يولد حركة الحوادث في القصة، ويعني ذلك وجود ما يسبب بناء الحوادث القصصية. ثالثا العقدة، وهي المشكلة الرئيسة في القصة وتنشأ بفعل الحوادث الصاعدة حيث تتأزم الأمور ويتحول موقف البطل إلى حالة من الضعف أو الخوف. رابعا الحل، وهو الحدث الذي يكون سبباً في حل العقدة جزئياً أو كلياً، ولابد أن يكون الحل مقنعاً متناسباً مع سياق القصة. وأخيراً النهاية، وهي آخر شيء في القصة، وقد تتضمن النهاية عنصر الحل الذي أشرنا إليه سابقاً، وقد تأتي بعده لتصور أثر ذلك الحل على شخصيات القصة. في الختام أعزائي الطلاب، تعرفنا على المقياس الرابع من مقاييس نقد القصة وهي الحبكة القصصية، وبينا أقسامها، فهناك الحبكة المتماسكة والحبكة المفككة، كذلك أقسامها من حيث الشكل والبناء، فهناك الحبكة المتوازية أو الحبكة على شكل الحلقات أو البدء من نهاية القصة. وأخيرا ذكرنا عناصرها، فالقصة تبدأ بالبداية ثم الصراع ثم العقدة ثم الحل، وفي الختام نأتي إلى النهاية. ختاما نشكر لكم حسن استماعكم، إلى أن نلتقي في درس قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.